باشمهندس كنا بنتكلم على ضغط الجماهير على المدرب. يعني هو الجماهير، شوف اولا احنا لا نصادر على ان الجماهير تتكلف والكره تستمتع بيها، وجزء من الاستمتاع الجدل ده، بس الجدل ده ما يبقاش موجه في شكل ضغط. يعني احنا كنا زمان بنعمله بس في اماكن مغلقه قبل السوشيال ميديا، دلوقتي مكنونك بيطلع على الهواء، فمش كل كلمه. وحتى انت في حياتك زمان ما كانش كل راي تقوله في واحد صاحبك، انت لو قلت رايك في اصحابك او اصحابك يقولوا رايهم فيك في لحظه زعل او غضب، او ما كانش حد بقى فيه صداقات. فالناس من الكياسه والحب الحقيقي انها تدي لكل واحد حقه في مكانه. الاداره تدير باسلوبها الذي قاد النادي الاهلي ان يصبح الرائد والمحبوب والمعشوق وصاحب الارقام القياسيه حتى في تعداد جماهير متعلقه به. لم يحدث هذا بكثرة الكلام وكثرة النقد وكثرة الآراء وكثرة التنظير وكثرة الناس المغرمين ما يعملوش كده يا أستاذ إبراهيم.